الو، ما شلون هالاشياء؟ هي عدايم بهيلم، هي لو اخلت ولو شوتا كلوم، كل هالزمان هي مستقرت بحضارها القديم. اتا حياب لشلوت عليها اخشاف هي بسيوت هي تعسيقتها كل كده ليش تحرير منه سريق لهفير لا ام هي تعسيق بعيوت تشلم بيوكر في هيو هشتخون لو تفوت هل تتأجي الشيء؟ نحن بقول لفني كشلوشا يمين זה עניין של זמן. אני יודע מה צריך לעשות. שמע דניאל, אני וואפת אנק תג'יבה, بس ما بسمح لك ابدا انك تضرني وتضر البلد. مفهوم؟ من فضلك يوشا. לדעתי אתה לא שופט אותו בצורה אובייקטיבית, כי הוא ספרדי ואתה ספרדי, אתה לא שופט אותו בצורה נכונה. איך את מעיזה? ما سمعتيني شو قلت له? انا اصلا ما وصلت للمكان هاد الا بسبب اخلاصي لاسرائيل. سليخة انا متسر. אנחנו מדברים באמת על מספרים שנעים בין 70 אלף ל-200 אלף עקורים. אנחנו מדברים על היקף שיקום של בין שרה למיליארד וחצי. ايه ليش قوي كده؟ ما هم اولادي برضه. طب هاتهم لي. لما احس اني خديتي ممكن اتفاهم معاك. اتفاهم معايا على ايه؟ على ايه بس؟ اللي بتعمليه ده مش هيساعدك، مش هيوصلك لاي حاجه. واللي انت بتعمله ده هيوصلك ليه؟ مش عايزه تاكلي؟ مش جعانه؟ مش عايزه ادفع حاجه. اضربها يعني. انا عارف ان اللي حصل ده كان صعب، بس احنا لازم نعديه ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. طبيعي؟ اللي بينا عمره ما هينفع يبقى طبيعي. انت اتجننت ولا ايه؟ انا مش مجنون، انا جوزك وانت مراتي ام ولادي، وده عمره ما هيتغير. انا ما اعرفكش، ولادي دول ولاد راجل تاني. الراجل ده بقى ممكن يكون اختفى، مات، او يمكن ما كانش موجود اصلا. وانا هعرف اكمل حياتي، مش هكون اول ولا اخر واحده تخسر جوزها. بس اديني عيالي ورجعني مصر وانساني، وانا عمري ما هجيب سيرتك ولا اقول لهم حاجه وحشه عنك. والله العظيم عمري ما هقول لهم حاجه وحشه عنك. لا يا سلوى، لا يا حبيبتي، دي بلدي وهنعيش فيها مع بعض. انا ما بقولش ان عايزك دلوقتي حالا تتقبلي ده وتتعاملي معاه بشكل طبيعي، لا، لازم تأهلي نفسك لكده. يعني مش هتصحي من النوم تلاقي نفسك بتحلمي، لا، دي حقيقة. بص من الشباك يا سلوى، شوفي البلد هنا عاملة ازاي. بلد راقية ومتقدمة وناس نظيفة، يعني لا في زحمة ولا تلوث. اعتبرينا ستي هاجرنا البلد أوروبية أو سافرنا إعارة. احنا مش كنا بنفكر نعمل كده؟ انت عارف انت ايه؟ انت خاين جاسوس. خاين؟ أنا بطل وطني، خدمت بلدي اسرائيل وليا الشرف. بكره ولادي لما هيكبروا هنا في بلدهم هيعتبروني قدوه ومثل اعلى. تعالى هنا هات لي ولادي يا اما هقتلك دلوقتي. اهدي يا حبيبي. سيبني يا ابن الكلب. فاكره نفسك ايه؟ ها؟ فاكره مش حاضر عليكي؟ انا ممكن اقتلك في ثانيه. اعمل كده، اعمل كده وخلصني. لا، انت هتعيشي معايا انت واولادك وغصب عنك، ولو مش عاجبك هشحنك لوعدك على مصر، بس ساعتها لو وقفتي على شعر راسك مش هخليك تشم ريحه ولادك. اتفضلي اتفضلي، عايزه تخرجي اخرجي لوحدك. الف سلامه، الباب يفوت جمل زي ما بتقولوا. صباح الخير. ايه يا جماعه، في ايه؟ استهدوا بالله كده واغزوا الشيطان، صوتكم جايب لغايه اخر الشارع، الناس يقولوا علينا ايه؟ بالراحه عليه. وانتي اكيد زعلتي، انا اسفه، انا ما اقصدش ان اتدخل ما بينكم، يعني انا ما عرفتكيش بنفسي. انا رشيل جارتكم في الشقه هنا اللي جنبكم. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي تعالي، غيري هدومك واغسلي وشك، ما تخافيش، ولادك عندي. ما تستغربيش ان انا بتكلم مصري كويس، انا اصلا يهوديه مصريه، بس عشت هنا وتربيت هنا. انا مبسوطه قوي ان احنا هنبقى جيران. ولادي فين؟ جوه يا حبيبتي، تعالي تعالي تعالي، ما تخافيش، ده منحاس جوزي. اتصفى حرب لبنان، يقطع الحرب وسننا،
بس هنا بقى بيدوله مرتب كبير قوي. الحمد لله ان احنا مش في دولة تانية، كان اللي زي ده اتبهدل. تعالي 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 يا ولاد. سارة، يوسف. ماما 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 عايز اقرا قلم عشان ارسم. تعالي افرجك على المنطقة وبالمرة نشتري اللي هي عايزاه.